تجربة سيارة مثل ريماس نيفارا، بدنا نلفظ اسم مزبوط، ريماس ومش ريماك ونيفارا مش نيفارا، بيحتار الواحد من وين ببلش الحكي. هل ببلش الحكي من انه هيدي السيارة اللي عندها كل هالمواصفات وكل هالتقنيات الحديثة جاي من بلد بالكاد عنده صناعة سيارات، او بالكاد عنده صناعة مميزة باي مجال من المجالات، بلد استقل من فترة كتير قصيرة ومرق بهالفترة هيدا كتير من الازمات والحروب والمشاكل، هل بدنا نحكي انه هذه السيارة جاي من شركة اعتمدت على نفسها بالكامل لانتاج هذه السيارة، لانتاج محركها، لانتاج هيكلها، لانتاج منظومتها الكهربائية، لانتاج كل القطع الاساسية اللي بحاجة لها لا تكون هذه السيارة موجودة على الطريق؟ هل بدنا نحكي عن فكرة السيارة الكهربائية، وهل هي السيارة الكهربائية الخارقة قدران تنسينا السيارة الخارقة يلي عندها محرك احتراق داخلي كبير، عنده شخصية حلوة وبأثر بشخصيته الحلوة على تجربة القيادة وبخليها تكون تجربة قيادة مثيرة؟ كل هالأفكار هيدي بتبرم براسنا نكون عم جربها هذه السيارة، بس ولكن كل هالأسئلة هيدي بكون في عليها جواب كتير منطقي لما بنعرف انه هيدي السيارة مثل كل التحف الفنية الميكانيكية الموجودة بالتاريخ، هذه السيارة اجت نتيجة شغف شخص عنده حلم يعمل سيارة سوبر رياضية، سيارة رياضية خارقة بالطريقة اللي هو بلاقيها مناسبة. يعني مثل ما انزو فراري حلم بسيارات فراري وحققهم، مثل ما فيروتشو لامبورغيني حلم انه ينافس فراري وانتج سيارات اللامبورغيني وحقق الرؤية اللي عنده اياها والشغف حوله لسيارة بتمشي على الطريق، كمان هذه السيارة اجت نتيجة حلم صبي صغير اسمه ماتي ريماث، حلم بهيدي السيارة ونفذها على أرض الواقع. الكل قالوا له إنه هذا الشيء صعب تعمله، الكل قالوا له إنه في عنا إحنا كتير مشاكل ببلادنا، أنت صعب تقدر تعمل هذه السيارة، بس ولكن ماتي استعان بأشخاص مثله عندهم شغف لينتجوا هذه السيارة. لو كان استعان بأشخاص يمكن عندهم خبرة بمجال السيارات كانوا يقولوا لا هذا الشيء ما بصير، وما كانت وصلت السيارة اللي إحنا عنا إياها. هذه السيارة مبنية على شغف، مبنية على يمكن بعض الجنون، بس ولكن النتيجة على الأرض هي نتيجة كتير حلوة. هذه السيارة بمواصفاتها التقنية بتقول إنه هي بتندفع بمحركات كهربائية، بس ولكن أنا برأيي يمكن نيفارا بتندفع بمحركات كهربائية، بس ولكن ريماس هي شركة بتندفع بالشغف، والشغف وحده هو اللي بوصلنا لإنجازات فنية ميكانيكية عظيمة. على الطريق السيارة بتعطيك أهم شيء أنت بحاجة له خلال تجربة القيادة الرياضية المثيرة، واللي هو الثقة، ثقة بتماسك عجلاتها مع الطريق أكيد طبعاً، لأنه هذه السيارة بتعتمد على المحركات الأربعة اللي موجودة، كل محرك، كل عجلة عندها محرك، وكل محرك بيشتغل بشكل إنه يأمن لها الطاقة اللي بدها إياها والعزم اللي بدها إياه السيارة لحتى تضل محافظة على مسارها. هذا الشيء بتلاحظه أكثر شيء خلال القيادة السريعة وخلال التسارع الكتير قوي، لما بتكون أنت بس عندك مشكل واحد إنك تحافظ على المقود بشكل جالس وبتنتقل بسرعة خارقة نحو الأمام، شعور بتحس انه الدنيا كلها صارت مثل كأنه نفق انت ماشي فيه، شعور بالتسارع رائع. هيدي اهم ميزة بتميز هذه السيارة وبتخليها تعطيها هيدا الإثارة اللي بتبحث عنها بسيارة سوبر رياضية خارقة. وضعيات القيادة المختلفة الموجودة على هذه السيارة، في عنا أول شيء الوضعية رينج، على وضعية القيادة رينج البطارية بتكون عم بتأمن طاقة تعيتها للعجلات الأمامية فقط، يعني بهذه الحالة السيارة بتكون عم تندفع بعجلاتها الأمامية فقط. لما بتزيد السرعة شوي بتدخل عجلات خلفية أكيد لحتى تدفع السيارة بسرعة أكثر نحو الأمام، بس ولكن هذه الوضعية مصممة للتوفير باستهلاك الطاقة. هذه الوضعية مثل ما اسمها رينج يعني المدى، معمولة لتكون مدى طويل بتأمنه للسيارة. الوضعية اللي بعدها بتكون هي الوضعية كروز، نفس الشيء صرت أنت ماشي بعدك النظام التعليق بعده عم بحافظ على مستويات الخمد المريحة يلي أنت بحاجة لها للتنقل والتجول بالسيارة. كروز بتعني تجول، مع هذا النظام العجلات بيكون عندها طاقة أكثر إنها تدفع السيارة نحو الأمام، بس ولكن كمان بيكون مصممة لحتى تمشي بشكل مريح بالانتقال من منطقة لمنطقة. إذا في عندك طرقات بدك شوي تسرع، بس ما بدك كتير توصل لسرعات كتير عالية، وما بدك الأداء الأقصى يلي بتأمنه السيارة بيكون في عندك. يعني الوضعية اللي بعدها هي الوضعية سبورت. على وضعية القيادة سبورت أكيد دواسة التسارع، هون دواسة التسارع مش دواسة الوقود، بتصير حساسة أكتر، بتعطي السيارة سرعة أكتر، نظام التعليق بصير شوي كمان قاسي أكتر، والتركيبة الأيروديناميكية تاعت السيارة بتصير تعزز أكتر، بتولد قوة دفع من أعلى الأسفل لتثبت السيارة نحو الأسفل. بس ولكن بتضل الوضعية الخارقة هي وضعية التراك، مثل ما اسمها وضعية الحلبة، تصير مكوناتها الأيروديناميكية بتصير مركزة أكتر لتأمين أكتر قدر ممكن من قوة الدفع من أعلى إلى أسفل لتثبيت السيارة بلا منعطفات، نظام التعليق بصير قاسي أكتر، والمحركات صارت عم تستفيد من الطاقة القصوى لتدفع السيارة نحو الأمام. مع هيدي الوضعية بدنا نفرجيكم كيف بيكون التسارع. نحن هلا على وضعية تراك وحنضغط بقوة على دواسة التسارع
ماشيين بسرعه 89 كيلومتر بالساعه، شوفوا شو حيصير هلا. واو عن جد شعور، شعور رائع، شعور بالتسارع مباشر، بتحس الدنيا كلها صارت نفق وانت طاير فيه، والقشه اللي قدام منك عم تقرب منك بسرعه كثير، شعور ممتاز. هذا الشعور الاساسي اللي قائم عليه هذا النوع من السيارات، السيارات الكهربائيه الخارقه، هذا هو الشعور اللي بدها تعود فيه عن شخصيه محرك الاحتراق الداخلي اللي نحن معودين عليها بالسيارات السوبر رياضيه. يعني باختصار شعور التسارع الخارق اللي ما بينوصف هو الشيء اللي بخلينا بعود عن غياب محرك الاحتراق الداخلي. اليوم انا حصلت على الاجابه، الاجابه على السؤال الكبير اللي هو انه هل السيارات السوبر رياضيه الخارقه الكهربائيه حتكون قدرانه انها توفر شيء من الاثاره اللي بتامنها السيارات الرياضيه اللي عندها محركات احتراق داخلي كبيره وعنيفه. واليوم حصلت على هذه الاجابه، والاجابه هي ايجابيه نعم، بس ولكن بشكل مختلف. تجربة قيادة هذه السيارة مختلفة عن تجربة قيادة سيارة سوبر رياضية خارقة عندها محرك احتراق داخلي، بس ولكن مستوى الإثارة، مستوى الإثارة ومش شكل الإثارة متقارب بشكل كتير كبير.